السلام عليكم اخواني اخواتي، مرحبا بكم في قناتكم قناه اميره ان دويتشلاند. اليوم ان شاء الله باغا نشارك معكم واحد الحاجه ما تنكونوش رادين ليها البال، خاصه ملي يلا تنكونوا اول مره سافرنا وخاصه لشي دوله مجاوره. اليوم غادا نشارك معكم شنو تقدروا تشريو من النمسا الا مشيتوا ليها. اول حاجه ولا اول ملاحظه غادا تكونوا لاحظتوا بحالي انه كاينين البقر، غير تبارك الله عندهم في الجبال وعندهم تياكل العشب الطبيعي اللي ما فيهش اللي ما تيكونش مداوي اللي وسط الجبال كما تشوفوا. فاكيد غادا نقولوا يعني هذه غير نخدموا فيها غير كما تنقولوا العقل ولا المخ ديالنا. اكيد الحليب ديال هاد البقرات واكيد الحليب في النمسا غادي يكون حسن من ديال المانيا، ماشي بألف درجه ولكن غادا نقولوا بدرجات. فالمهم خوتكم تتمشي للمحلات، نبدا لكم محل بيلا هذا المحل عندهم رائع جدا، تيبيع الحليب غادا تلقاو فيه ومشتقاتي، وشخصيا تنمشي وتنجرب يعني ملي تنكون تما يعني كنتسارى وداك الشيء كنجرب اليوغورت. بنتي كتحمق على اليوغورت ديالهم، فما تصوروش مثلا بيو هاي بلومن ميلش، هذا راه اش نقول لكم، هذا الحليب راه رائع جدا لانه مستخرج من البقره اللي تتكون راعيه هذيك البقرات اللي كتشوفوا، فضروري تكون مكتوبه بيو اند هاي هو العشب. فبالتالي غادي تلقاو كذلك شوفوا غير اليوغورت عندهم ديال البقر، وغادا تلقاو اشياء اخرى. حنا ماشي نقول لكم مستحيل تلقاوها في المانيا، ولكن من الصعب بحال الحليب ديال الماعز وحليب ديال الخروفه، غادا نقولوا الخروفه والماعزه. المهم ها هو عاوتاني الحليب ديال الخروفه، وكاين عاوتاني الحليب. المهم داك الشيء من كل فن طرب، والله الا الواحد كيدوخ تما في هذيك الفيترينه ديالهم ديال الحليب ومشتقاته وشي حوايج ما دايرينش. غادا نشارك معكم الزبده البلديه اخواتي، نقول لكم رائعه جدا، فايت واخدها من عند واحد السيده في أستغايش نيت. ملي كتشريوها اونلاين والله الا كطيع لكم ربعات الوحدات بشي كدا وعشرين اورو عاد لا ليفريزون مش داك الشيء. شوفوا تما البنات قلبوا على الزبده اللي تتكون مصابه باوس هاي ميلش، وسنأكد لكم مره تلقاو زوارا مره تلقاو هذيك سويسرا، الا لقيتوا كاع سويس حسن فهذيك هي الزبده البلديه ديالنا ديال المغرب، والمذاق اروع، ما كاين ما اروع من كيدا صراحه. وتنشريهم من تما وكنجيبهم معايا لان عندي اختكم ثلاجه في الطوموبيل. كذلك بالنسبه للبن اروع احسن لبن غادا تلقاه عندهم، زواميش راه هو اللبن البنات هو بوتاميلش. حنا عندنا عندهم شي اسماء صراحه هما غريبه علينا بحال شلاغ اوبرز واللي هو شلاغ زاني يعني كريمه الخفق، فكما تشوفوا حتى هي بيو حتى هي اوسهايميلش. هذا كريم باتيسري عندهم فيه كنت باغا ناخذه البنات لقيت فيه واحد الحاجه مشبوهه البيفيدوس، حتى هما عندهم البكتيريا النافعه في اليوغورت. بصفه عامه كناخذ خوتكم من غير هذا الشيء حتى الدقيق، عندهم شي الوان واشكال ديال الدقيق والله الا زعما صراحه انا البن. شوفوا عندهم الفيتامين ميل بارقام، حنا عندنا 450 هو اللي كاين، لا هما عندهم 700 وعندهم 480 ابتداء من 480. نعم يعني هنا غادي يبان لكم رفيتهم شارحه لكم القيمه الغذائيه ديال هذيك الحبه ديال الزرع تتكون طالعه الا كان الرقم طالع. والصراحه كنشدني الفضول بغيت نعرف الزيت تاهما واش عندهم غالي ولا لا، وقلت نقل لكم تنتوما الاخر الاخبار من النمسا البنات. 3 اورو تعود 4 اورو ما كيجاكم الثمن. غادي ندوز دابا الهوفا اللي هو الدي سود، حنا عندنا في المانيا البنات ضروري تاهو تنمشي ليه وكنشري منه شي حاجات، من بينهم مثلا الشوفان عندهم تقريبا بحال الثمن ديالنا، والاثمنه نيت باش تشوفوهم. واللي كيعجبني بزاف هي دي كلمه اوس استغايش، عندهم الشوفان اللي كيدير 59 سنت وهذا مثلا راه كيدير شي اورو صايره. فالمهم بيو وهذيك الهضره كامله اللي تعجبكم اكيد. غادا ندوزو دابا الحليب اللي تيكون خارج الثلاجه اخواتي، اللي تيكون داخل الثلاجه هذاك راه خديته من بيلا، اما هنايا كناخذ اللي خارج الثلاجه. علاش؟ هانتوما غادا تشوفوا الثمن وغادا تفهموني. عندهم باكيات كبارين وعندهم كل مثلا يطرو البنات شوفوا بشحال كيطيح 75 سنت، فتصوروا معايا راه الاقتصاد في البلاد كنكونوا جايين راجعين في حالنا. فاللهم هز واحد 6 الكرطونات وهانت اقتصدتي واحد المبلغ بسيط. والمهم والله الا اش نقول لكم الفرق ما بين هذا وهذا راه غير الغلاقه والمبالاج. اللهم الواحد ياخذ ديال 75 سنت، حتى حكا السكر هذا ما شريتوش ولكن راه رخص من عندنا باش خديته انا هذاك ديال دكتور اوتكا، والله الا كان غالي. بالنسبه للدقيق واخا يكون غالي البنات ننصحكم ديال النمسا حيت رائع جدا، راه بيو ودقيق كامل، واخا هكا كان جاني رخاص لان اورو 19 الدقيقه البنات بالنخاله ديالو بيو هذيك الهضره كامله. كذلك كما تشوفوا انا راه تنوريكم حتى شنو شريت الكينوا اخواتي، عندهم كدير 2 اورو 59 في 450 غرام، يعني نتوما غادي تشوفوا بيو
المهم تيبان لكم الرمز ولا تيبان لكم العالم ديال النمسا في مثلا الدقيق، خاصه يكون انا بالنسبه لي مهمه جدا، ماشي يكونوا مشاريين ديال شي دوله، لا راه هي النمسا. فكما تتشوفوا اصغر رقم كيبدا عندهم في الفورس هو 480، غير باش تعرفوا القيمه الغذائيه. رفيتهم شارحه لكم هذا الشيء، عندهم الفايتسن غريسه البنات كيبدا عندهم بالارقام 480 البنات. شوفوا تشيليات السكر قلت لكم رخص من عندنا 89 سنت، انا راه خديته باورو فاصيله. ضروري اخواني اخواتي نشارك معاكم، الا مشيتو النمسا تيكونوا هاد الروبينيات فابور الماء، يعني اكيد غادي تشوفوهم وغادي تبداو تسائلوا واش الماء صالح للشرب. نعم هو صالح للشرب، ذوقوا هذاك الماء وردوا عليا الخبر. ياك تيقول لك الماء ما عنده لا طعم لا حتى حاجه، انا بالنسبه لي الماء في النمسا بنين بنين، تيهبط على القلب مباشره حسن من ديال نيتو. شريتو مؤخرا في واحد الحروره ما عرفتش المذاق ديالو تغير هذاك ديال نيتو. فالمهم قلت نقولها لكم، القرعه دائما تكون في الصاك خاويه عامره، عمروا مع ريوسكم وشربوا ودعيهم مع اختكم. ما بغيتش نقول لكم نتوما معكم البوادز ديال 5 لتر وعمروا جيبوا معاكم لا شخصيا ما كنديرهاش، ولكن كنشري الماء. نعم كنشري الماء من بيني، عندهم رائع جدا ديال زالتسبوك واعر زوين بزاف. غادي ندوزو دابا لاحسن حليب في المانيا. نعم وهنا غادي نشارك معكم بعض الانواع، مثلا هذا اللي تيكون برا راه ما تيكونش زوين يعني من ناحيه الفيتامينات، لانه تعطوا واحد درجه حراره مرتفعه باش كيقتلوا فيه البكتيريا وتدوم مده الصلاحيه اطول. الفيتامينات كتكون ناقصه يعني ناقصه، فاحسن حليب اكيد هو اللي تيكون في الثلاجه، يعني سنهضروا على الفيتامينات وكل شيء كل شيء كاع داكشي اللي فيه. فاللي في الثلاجه ما خاصش مثلا تقولوا راه صافي حيت الصوره زوينه ولا البيرك باوان ولا داك، هادو كلها اشهارات. اللي معترف به هنا في المانيا هي كلمه بيو، كلمه بيو كتعني ان البقره تترعى الاكل الطبيعي اللي ما مداويش، وهذه نقطه رائعه جدا، يعني هذه صحي مليون في المية. زيدوا عليها كلمه هاي، هذيك هاي راه شرحتها لكم، هو العشب. مثلا البقره كتكون تتاكل العشب في الوقيته ديال الصهد والحراره كيخرجوها برا، كتاكل غير هذاك الشيء ديال برا، وفي الوقيته ديال الثلج والشتاء والبرد كيدخلوها للحظيره وكيعطيوها واحد المساحه ديال الراحه النفسيه، وما كيحيدوش ليها البنات القرون ديالها. فبالتالي البقر الاخر راه تيكون شويه صراحه معذب، يعني بحال مزموت في واحد الحظيره وما نعرف اشنو. فكلمه بيو اوند هاي ميلش هو احسن اروع حليب كذلك في المانيا، وهذه ماركه مثلا من الماركات كدير اورو 85 في الغيفي، وكنأكد لكم كتنقص في الثمن كتولي غير اورو 25. ما تسولونيش علاش عندهم شي سياسه في شي شكل، انا لاحظت تنخليه حتى يرخص، ما كيكونش في الانغيبوت لا، تيكون رخص اورو 25 وكناخذو. ومؤخرا ما لقيتوش ولقيت لكم حتى واحد اخر كيشبه لي، حتى هو رائع جدا، حتى هو سميتو بيو اند هاي ميلش. غادا نجيو دابا الخلاصة، هذا هو احسن اروع حليب. اكيد كاين ماركات اخرى في محلات اخرى، نتوما غادا تنطلقوا، فقط خاصو يكون في الثلاجة ماشي اللي على برا. نعاود نقولها لكم، بالنسبة للحليب اللي كيتباع عند الفلاح، فالفلاح براسو الا مشيتو لعندو خاصكم تسولو. انا مشيت عند واحد الفلاح لقيتو شاد محيد لهم القرون، دايرهم في واحد الحظيرة سد عليهم، واخا عندو برا مثلا الطبيعة وهداك الشيء، ولكن يعني ما عندوش بيو، كلمة بيو ما عندوش. فبالتالي ردوا بالكم من هذه المسألة. نعم إلى لقيتو كي بيع البيو الحليب، فبالتالي خاصكم ضروري هذاك الحليب تغليوه، لأنه ما كتعرفوش هو كيفاش تحلبات هذيك البقرة، يعني أكيد بعض المرات يكون فيهم كاين خطر الإصابة بشي مرض الله يستر، خاصة وغادي يجيكم إسهال إلى ما غليتوش الحليب ديال كيت ماغوميش، يعني الحليب الطازج اللي يلاه تجبد من البقرة. فالمهم هذه المسألة هي قلت نقولها لكم، كنا شربناه في الكونيكسي والله الا كان رائع جدا، الحمد لله ما طرات لنا حتى حاجه، اذا غتنظن انه مغلينه. المهم مشتقات هذا الحليب اكيد من زبده، من يوغورت، من ما نعرف اشنو، اي حاجه مكتوبه فيها اوس هاي ميلش عفوا خاصها تكون بنينه. الا ما كانتش بنينه تما طرحوا تساؤلات وقولوا ياك ما كما انا تندير بعض المرات. الخلاصه اللي نقدر نقول لكم، الحليب ديال هنا في المانيا زوين، ولكن ديال النمسا احسن، هذا رايي الشخصي والصريح. الزبده واليوغورت وكل شيء احسن. تنظن انني ما نسيت حتى حاجه، تنتمنى ان الفيديو نال الاعجاب ديالكم، تنشكركم على المتابعه وتنقول لكم الى فيديو قادم ان شاء الله.